حاب أشكركم حقيقة وأشكر اللجنة المنظمة على هذا التنظيم الرائع، ونحن سعداء هنا بالمشاركة من ضمن وفد الدولة. طبعا دولة الإمارات سباقة حقيقة، وخطة الطاقة المتجددة تسير بوتيرة متسارعة. طبعا نحن شفنا دولة الإمارات حريصة كل الحرص على تمكين الفرد وتمكين المجتمع في كافة المجالات حقيقة، وهذا هو الأخوان الوزراء حقيقة ما قصروا، نقلوا صورة تعكس فعلا دور القيادة. ودائما أنا أقول النجاح نحن فرق عمل، ولكن هناك قيادة الدولة وهناك توجيه من الحكومة الرشيدة. الحكومة الرشيدة دائما تسعى للرقم 1.